واحد من المستكشفين في الأدغال في أفريقيا شاف شوية من الأولاد معاهم حبات من الماس، وهم مش داريانين بقيمتها ولا عارفين ديت إيه. قال لهم: يا أولادي، ما أفقركم في حين أنه ما أغناكم. أحياناً إحنا بنبقى زيهم بالظبط، في إيدينا الكتاب المقدس الكنز الثمين، أغلى حاجة ممكن تكون معانا، لكن لأننا مش دارسينه، مش فاهمينه، مش قادرين نستفيد بيه. إحنا نحب نساعدك على فهم الكتاب المقدس، عشان كده بنقدم لكم برنامجنا فاحصين الكتب. تابعونا. يأتيكم هذا البرنامج في الأوقات التالية من كل أسبوع.